نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن على سماحة الشيخ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بالصحة والعافية ببركة هذا الشهر الكريم. الطرف الشعبي يمثل في المعارضة والشعب بفصائله المختلفة يبدي دائما جدية واستعدادا لمثل هذا الحال الذي يقوم على أساس من الاحترام للمواطن والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي القيمة الإنسانية، يقوم على أساس القيم والمثل الإنسانية المستقرة في عالم اليوم سياسياً من الشعب مصدر السلطات. الشعب يعبر عن سلطاته عبر انتخابات حرة نزيهة تقوم على أساس المساواة في الصوت الانتخابي. حقوق الإنسان لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف. هناك حقوق لا يجوز انتزاعها: حق الحياة، الحرية، التجمع، تكوين الجمعيات، التظاهر، الاعتصام، النقد. كان بالإمكان الوصول إلى حل أقل تعقيد في 14 فبراير 2011، وكان بالإمكان الوصول إليه بعد ذلك أسهل فأسهل، ولكن نحن اليوم زادت التعقيدات نتيجة إلى ظروف مختلفة، إجراءات والقام والنتائج والضحايا والتطلعات وغيرها. وكلما طال أمد هذا الأمر يزداد تعقيدا، ولكنه في الوقت نفسه لا يعطي أي منفذ إلى النظام بأن يتخلص من هذه المطالب المشروعة أو يستطيع الالتفاف عليها عن طريق مزيد من القمع أو محاولة الالتفاف السياسي والمخادعة. البحرين ملزمة بتوفير هذا الحق، بتوفير حق التظاهر والاعتصام المفتوح، ملزمة وفقا لانتمائنا للأمم المتحدة وتوقيعنا على الاتفاقيات الدولية المنظمة إلى الحقوق، من ضمنها وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. صياغة عدد من القوانين أو ما يسمى بالقوانين المحلية في مخالفة إلى الحدود والمعايير الدولية لمصادرة هذه الحقوق والمعاقبة عليها لا يعطي الدولة مشروعية حقيقية في هذه المصادرة، ولا يضفي على هذه الإجراءات القانونية حقيقة معنى القانون. لقد مرت على البحرين وتمر جملة من الانتهاكات الجسيمة من قبيل هدم المساجد، القتل تحت التعذيب، التحرش الجنسي بالرجال والنساء، قتل ما يقارب من 120 شهيد، مداهمة آلاف البيوت الآمنة واستباحتها بصورة وأخرى وإتلاف محتوياتها في العديد منها، اعتقال الآلاف من المواطنين اعتقالا تعسفيا. كل واحد من هذه الانتهاكات كان يستدعي جلسة خاصة من مجلس إذا كان يعيش مع الناس، إذا كان يعبر عن المجتمع. البحرين بحاجة إلى دولة حديثة تحتضن جميع أبنائها، تحترم الحريات، تساوي بين الناس، وليست بحاجة إلى مزيد من القوانين القانونية التي بفضل وجودها البحرين اليوم في أسوأ صورة أمام المجتمع الدولي. إن مجرد إصدار القوانين
التي لا تتناسب مع المعايير الدولية لا يمكن أن تعطي مشروعية للقمع وللإجراءات القانونية. ستبقى هذه الإجراءات إجراءات ظالمة قمعية منبوذة من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.